السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطلاب الصف الثالث الإعدادي، أهلا وسهلا بكم في قناتكم المفضلة دائما بي ذا فيرست. خليك الأول. معاكم مستر هيثم التركي مدرس العلوم. هنحل دلوقتي مع بعض امتحان علوم محافظة كفر الشيخ الفصل الدراسي الثاني 2013. السؤال الأولاني: عند تسخين مركب نوتي تصاعد غاز الأكسجين هيبقى الاتش جي أو، الهرمون المسؤول عن ظهور الصفات الجنسية الثانوية المؤنثة هو هيبقى الاستروجين. حاصل ضرب شدة التيار في الزمن اللازم لتدفق هذا التيار ينتج كمية فيزيائية تقاس بوحدة تسمى هيبقى الكولوم. إذا حدث تزاوج بين ذكر وأنثى التركيب الوراثي لكل منهما بي كابيتال بي سمول، فتكون نسبة النسل الناتج الذي له التركيب الوراثي بي كابيتال بي كابيتال إلى مجموع النسل الكلي هيبقى ربع، اللي هي 1/4، اللي هي دي. صوب ما تحته خط. قانون مندل الأول يعرف بالقانون هيبقى التوزيع انعزال العوامل. يصل الهرمون من مكان إفرازه إلى الخلية المستهدفة عن طريق هيبقى الدم. يستخدم الريوستات لقياس القوة الدفع هيبقى الفولتوميتر. عند إضافة 2 جرام هيبقى الناتج في الآخر برضو 2 جرام. اشرح مع كتابة المعادلة الرمزية الموزونة ما التغيرات الحادثة عند وضع قطع من المغنيسيوم في كأس يحتوي على محلول أزرق من كبريتات النحاس. طبعا اللي هيحدث إن المغنيسيوم هيحل محل النحاس فيزول لون كبريتات النحاس الأزرق وينتج راسب أحمر من النحاس، والمعادلة هتبقى Mg زائد CuSO4 يدينا MgSO4 زائد Cu. أكمل العبارات الآتية بما يناسبها: نقص إفراز هرمون النمو عند الطفولة يسبب مرض هيبقى القزامة. للتحكم في قيمة شدة التيار الكهربي المار في أجزاء الدائرة الكهربية نستخدم جهاز هيبقى الريوستات. يعرف التغير في تركيز المواد المتفاعلة والنواتج في وحدة زمن باسم هيبقى سرعة التفاعل. يتكون الكروموسوم كيميائيا من الحامض النووي دي إن إيه مرتبط معه هيبقى بروتين. قارن بين كل من التيار المتردد والتيار المستمر من حيث الاستخدام ومسافة نقله. طبعا التيار المتردد بيستخدم في تشغيل الأجهزة الكهربية وإنارة المنازل والشوارع. التيار المستمر بيستخدم في الطلاء الكهربي وتشغيل بعض الأجهزة الكهربية. النقل التيار المتردد يمكن نقله لمسافات طويلة وقصيرة، إنما التيار المستمر يمكن نقله لمسافات قصيرة فقط. العامل المؤكسد والعامل المختزل من حيث المفهوم التقليدي. طبعا العامل المؤكسد هو مادة تمنح الأكسجين أو تنتزع الهيدروجين، إنما العامل المختزل هيبقى مادة تمنح الهيدروجين أو تنتزع الأكسجين. وضح الأسس الوراثية ناتج تزاوج بين ذكر وأنثى حشرة لكل منهما أجنحة طويلة، فنتج عن هذا التزاوج 45 فرد بأجنحة طويلة و15 فرد بأجنحة قصيرة. إذا علمت أن رمز الجناح الطويل هو تي كابيتال والجناح القصير هو تي سمول. طبعا عشان نطلع 45 ل 15 يعني 3 إلى 1، يبقى معنى كده الآباء هيبقى تي كابيتال تي سمول والناحية التانية برضو تي كابيتال تي سمول. هنيجي عند الأمشاج هنعزل العوامل تي كابيتال لوحدها تي سمول لوحدها والناحية التانية برضو تي كابيتال لوحدها تي سمول لوحدها. بعد كده هنجيب الفاميلي، الجيل الأول هيبقى تي كابيتال تي كابيتال تي كابيتال تي سمول تي كابيتال تي سمول تي سمول تي سمول، يبقى النسبة 3 طويل إلى 1 قصير. ضع صواب أو خطأ. يساهم عنصر يود في تكوين هرمون الثيروكسين صواب. التعادل هو تفاعل قلوى وملح مكونا حمض وماء خطأ. تنحل معظم كبريتات الفلزات بالحرارة مكونة أكسيد الفلز ويتصاعد غاز ثاني أكسيد الكربون. طبعا هيبقى خطأ. تفاعل الألعاب النارية سريع ولكن صدأ الحديد يحتاج ملايين السنين خطأ. وضح مع التفسير العلمي ماذا يحدث عند وضع قطعة من النحاس في كأس يحتوي على كمية من حمض الهيدروكلوريك المخفف. طبعا لا يحدث تفاعل لأن النحاس يلي الهيدروجين في متسلسلة النشاط الكيميائي. يلتقي الجين السائد لصفة وراثية ما بجين آخر متنحي لنفس الصفة. طبعا تنتج صفة سائدة لأن الجين السائد يظهر صفته سواء تواجد معه جين سائد أو جين متنحي مثله. وطبعا الفرد كمان الناتج هيكون فرد هجين لسبب وجود عامل مختلفين. احسب الشغل المبذول لإضاءة المصباح بواسطة تيار كهربي 5/10 أمبير يمر في المصباح الكهربي ويكون فرق الجهد بين طرفيه 10 فولت خلال 4 دقائق. أول حاجة الأربع دقائق ديت هنحولها هنضرب 4 في 60 هتطلع 240 ثانية. بعد كده هنجيب كاف، كاف بتساوي ت في زين، هنضرب الخمسة من عشرة في 240، خمسة من عشرة في 240، هنشوف الناتج هيطلع كام. الناتج اللي هيطلع بعد كده هنبدأ ان احنا نضربه في العشرة علشان خاطر نجيب الشغل المبذول.
السؤال اللي بعده، اكتب المصطلح العلمي التفاعلات الكيميائية التي يحل فيها احد العناصر محل عنصر اخر في محلول من احد مركباته، هيبقى احلال بسيط. ترتيب الفلزات تنازليا حسب نشاطها الكيميائي ومتسلسلة النشاط الكيميائي. حالة الموصل الكهربائي التي تبين انتقال الكهرباء منه او ليه، يبقى الجهد الكهربي. الصفات الجينية التي لا تنتقل من جيل الى اخر، تبقى الصفات المكتسبة. علل: بالرغم من ان الالومنيوم يسبق الخرسين في متسلسله النشاط الكيميائي، الا انه يتاخر عنه في التفاعل مع حمض الهيدروكلوريك المخفف، طبعا بسبب تكون طبقه من اكسيد الالومنيوم تؤخر بدء التفاعل. عندما تزداد كميه الشحنه الكهربائيه للضعف ويزيد زمن مرور تلك الشحنه للضعف، تزداد شده التيار، طبعا لان العلاقه بين كميه الكهرباء والتيار علاقه طرديه، والعلاقة بين شدة التيار والزمن علاقة عكسية. فكمية الكهرباء لما تزيد كده التيار يزيد، يجي الزمن يزيد التيار الكهربي يقل، فبالتالي بيظل كما هو. يبقى العلاقة بين شدة التيار وكمية الشحنة طردية، والعلاقة بين شدة التيار والزمن عكسية. تكون التفاعلات بين المركبات التساهمية بطيئة، بينما تكون التفاعلات بين المركبات الأيونية سريعة، طبعا لأن المركبات التساهمية لا تتفكك إلى أيونات فيكون التفاعل بين الجزيئات، بينما في المركبات الأيونية تتفكك إلى أيونات فيكون التفاعل بين الأيونات أسرع. يتكون راسب أزرق عند إضافة محلول هيدروكسيد الصوديوم إلى محلول كبريتات النحاس، طبعا لحدوث إحلال مزدوج وتكون هيدروكسيد النحاس لونه أزرق. لديك أربع أعمدة كهربية لقوة الدفع الكهربية لكل منهما 2 فولت، وضح بالرسم فقط كيف يمكن توصيلها للحصول على بطارية قوتها الدافعة الكهربية 4 فولت بطريقتين مختلفتين. طبعا أول طريقة هنرسم 3 أعمدة توازي وجنبهم 1 توالي، والطريقة الثانية هنرسم 2 توازي وجنبهم 2 توازي. أتمنى تكونوا حليتوا الامتحان بشكل صحيح، أتمنى لكم التوفيق دايما في باقي الامتحانات. كان معكم مستر هيثم التركي من قناة بيزا فيرست، خليك الأول. أشوفكم إن شاء الله في فيديوهات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.